بصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم حديثنا عن صفة من هيئات الصلاة، وهي صفة القبض، وحكمه والحكمة منه، وموضعه وكيفيته. أما حكم القبض في الصلاة فهو سنة من سنن الهيئات عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقبض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، كذلك روى الإمام مالك في موطئه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يصلي يضع يمينه على شماله، وفي لفظ عند الإمام أحمد يأخذ شماله بيمينه. وروى ذلك الطبراني في الأوسط بسند صحيح، وروى ابن خزيمة رضي الله تعالى عنه ذلك في صحيحه بسند صحيح عن أبي الدرداء وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أحاديث كثيرة صحيحة تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام أخذ شماله بيمينه أو وضع يمينه على شماله، حتى وصل الرواة إلى 21 صحابيا رووا القبض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل روى ابن خزيمة وأبو داود والنسائي عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا واضع شمالي على يميني، فأخذ يميني ووضعها على شماله. يعني أن سيدنا عبد الله بن مسعود أخطأ في الوضع، فوضع شماله على يمينه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه ووضعها على شماله. كل هذه الأحاديث واردة في السنة وغيرها، ومن ثم قال الفقهاء إن القبض من سنن الصلاة. أما الإرسال، إرسال بيديك، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في روايات ضعيفة عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، ابن عبد الله بن الزبير، وروي عنه برواية صحيحة القبض. وردت روايتان، رواية ضعيفة ورواية صحيحة توافق ما رواه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما كيفية القبض، قال العلماء من الحنفية والحنابلة
قال يقبض تحت السرة، يقبض تحت السرة يعني يضع يمينه على شماله فيحرك بالسبات بالإبهام والخنصر حول الكوع أو المعصم، حول الكوع أو المعصم أو الرسل، والأصابع الثلاثة تكون على الساعد هكذا، تكون على الساعد هكذا، ويضعها تحت سرته عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام أحمد في رواية عنه. أما عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى ويمسك هكذا هكذا على الرسغ أو الكوع ويضعها فوق السرة وتحت الصدر. فقد روى أصحاب السنن عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه كان يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى ويمسك الرسغ، الرسغ وهو مقابل الإصبع الوسطى منطقة الرسغ هذه، والكوع خلف الإبهام ما يلي إبهام اليد يقال له الكوع وليس الكوع المرفق كما يظن بعض الناس، ويضع فوق السرة وتحت الصدر يعني تحت الثديين، لأن بعض الناس فهم خطأ أن الكوع عند المرفق فتجده واقفا في الصلاة آخذا بيده المرفق، لأنه لا يفهم في اللغة أن ما يلي إبهام اليد هو الكوع، ففسر الكوع بالمرفق يعني ظن أن الكوع هو المرفق وأن اليد كلها هذه توضع على اليد، يضع هكذا. فهذا خطأ، فتجد كثير جدا من الناس يقف في الصلاة هكذا ويضع الذراع على الذراع، لكن الوارد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى فوق ظهر كفه اليسرى ويحرك هكذا أو هكذا. ومن ثم اختلف الفقهاء في وضع في وضع اليدين وفي موضع اليدين من فوق السرة أو تحت الصدر أو تحت السرة، كل هذا وارد في السنة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال أهل العلم والحكمة في هذا الوضع أنه موقف الخاشع الذليل وفيه تواضع لله تبارك وتعالى، لأنها وقفة العبد المسكين لله رب العالمين، ولأنها أقرب إلى الخشوع وأبعد من الحركات والانشغال، أن الإنسان حينما يقبض يديه يكون أبعد عن العبث بيديه. ثم إن الحكمة هي اتباع هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض علماء الشافعية يميل بالقبض جهة القلب، قال لأن القلب موضع النية، قالوا والإنسان حينما يكون متعهدا بشيء يخاف عليه
يتعهده بوضع يده عليه. هذا من الوظائف كما يقول الحافظ ابن حجر في باب وضع اليمين على اليسار. يعني هذا من الوظائف، أن القلب موضع النية، والإنسان حينما يتعهد شيئا يخاف عليه يضع يده عليه، يعني خوفا أن يضيع. قالوا هذا من الوظائف. ومتى يقبض؟ هذا أيضا يعني من الأشياء التي ذكرها أهل العلم. متى يقبض؟ يعني هل يقبض بعد الإحسان أو يقبض بعد نزول اليدين مباشرة من غير إحسان؟ فعند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي يقبض مباشرة بعد التكبير، يقول الله أكبر ويضع يده هكذا، أو عند الإمام حنيفة يضع تحت السر، وعند الشافعية فوق السر. أما عند الإمام أحمد والإمام مالك رضي الله تعالى عنهما قالوا القبض بعد الإرسال، يعني يرسل اليدين ثم يقبض فوق السرة وتحت الصدر. والحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر أرسل يديه، أرسل يديه يعني إلى جنب، ثم إذا بدأ في القراءة أخذ شماله بيمينه. إذن فالأمران يعني جائزان، لكن نظر الحنفية والشافعية إلى قلة الحركات، يعني قالوا إن الإرسال حركة زائدة، أما التكبير ثم القبض فيه تقليل للحركات. لكن طبعاً إن صح الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر فالراجح الإرسال ثم القبض، أن الذي يروي الأثر أولى بالاتباع من الذي لا يروي أثره، وإنما نظر إلى تقليل الحركات في الصلاة. نأتي إلى مسألة القبض عند الإمام مالك لأنها تثير إشكالاً عند كثير من المالكية المتعصبين. فالشيخ عطية سالم رحمة الله عليه الإمام ومدرس في المسجد النبوي سمعته يقول في شرح الموطأ قال إن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن الإمام مالكا هو الأصل في القبض، والأئمة الثلاثة أخذوا القبض عنه لأنه الذي رواه في الموطأ، والحديث الذي في البخاري طبعاً الإمام مالك أسبق من الإمام البخاري، ولذلك في سند الإمام البخاري عن أبي حازم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، يعني هو الذي البخاري هو الذي روى حديث القبض عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري أخذه عن الإمام مالك بسنده. قال فالأصل المالكية، والأئمة الثلاثة أخذوا سنية القبض من الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، فكيف ينسب إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه كره القبض؟ قال والأصل في هذه المسألة كما ذكر الحافظ أحمد بن محمد الروماني في رسالة سماها سنية القبض عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه حوالي 40 صفحة ألفها في الرد على المتعصبين من مذهب الإمام مالك للإرسال، الذين تعصبوا للإرسال. قال
الأصل في ذلك رواية ابن القاسم رضي عنه المدونة في باب هل يجوز الاعتماد على الحائط أو العصا أو الحبل في الصلاة أو لا. الإمام ابن القاسم قد سألت مالكا في المدونة هل يجوز للرجل وهو يصلي أن يستند إلى حبل أو حائط أو عصا؟ قال أراه في النافلة ولا أراه في الفريضة. إذن الإمام ابن القاسم لم يسأل الإمام مالكا عن القبض أو وضع اليدين في الصلاة. ولذلك الشيخ الدردي رضي الله عنه والشيخ خليل وغيرهم من الكتب المالكية يقولون وكره قبض بفرض للاعتماد. الشراح يقولون فإن لم يقصد الاعتماد والاستناد والاستراحة فهو من سنن الصلاة. هذا نص كلام الشيخ الدردي في الشرح الكبير، ونص كلام الشيخ الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير. إذن فالكراهة معللة بالاعتماد والاستناد، ومعروف طبعا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إن وجدت العلة كره القبض، علة الاستناد والاستراحة، وإن لم يقصد الاعتماد والاستناد فهو من سنن الهيئات. هذا نص كلام الشيخ الدردي رضي الله عنه في الشرح الكبير، ونقله عن الشيخ الصاوي في بلغة السالك. قال فإن قصد التسنن فهو من سنن الصلاة. قال فبان من ذلك أن القبض في مذهب الإمام مالك هو الأصل، وهو الذي رواه أصحابه المدنيون والمصريون والعراقيون. وكتب المذهب المالكي مليئة بنصوصهم، بنصوص التلاميذ. ما فيش إلا رواية ابن القاسم أشكلت على كثير من المؤلفين في الفقه المالكي، وقالوا بكراهة القبض في الفرض، وقالوا بجوازه في النفل. قالوا هذا، لكن الصواب والتحقيق ما قاله الشيخ أحمد بن محمد الصديق الرماني رضي الله تعالى عنه في رسالته في إثبات سنية القبض على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، سماها رفع شأن المنصف السالك وقطع لسان المبتدع الهالك في إثبات سنية القبض على مذهب الإمام مالك. لأنه يرد على أناس يقولون بكراهة القبض، وحينما يواجهون بما رواه الإمام مالك الموطأ ماذا تقولون؟ وشرح الزرقاني على الموطأ يعني قال بسنية القبض في مذهب الإمام مالك إلا إذا قصد الاعتماد والاستناد. وكل شراح الموطأ على هذا العلامة الباني وغيره قالوا هذا الكلام، وإلا فالإمام مالك رضي الله عنه كان مذهبه الحديث، يعني ما ثبت في الحديث قال به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما لم يثبت لا يقول به أبدا رضي الله تعالى عنه، لأنه كان يقول العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة ماضية ولا أدري. هكذا كان يعلم جلساءه ويقول يجب على العالم أن يورث جلساءه لا أدري، يعني إذا لم يجد آية في كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل لا أدري أو الله أعلم. وقد قال في أكثر من 30 مسألة وجهت إليه رضي الله عنه لا أدري، يعني أفتى في 4 مسائل
وأكثر من 30 مسألة قال لا أدري رضي الله تعالى. كذلك مسألة القبض بعد الرفع من الركوع، يعني القبض بعد الركوع انتشر كثيرا بين السعوديين ونقل هنا إلى مصر، مع أن القبض بعد الرفع من الركوع لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، ولم تجدوا في كتب الفقه المقارن، لكن ذكر الإمام ابن حجر الهيتمي في فتاويه قال لما سئل هل يقبض بعد الرفع من الركوع حين ذكر الرفع، يعني حين يقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا او لا، قال الذي يفهم من كلامه، حافظ ابن حجر، من كلام الامام النووي في شرح المهذب، قال الذي يفهم منه ان من نظر الى عموم الادله، عموم ادله القبض قال به، وانه لا فرق بين القيام في الفاتحه والسوره والقيام بعد الركوع، وقال بذلك بعض الحنابلة من المتأخرين وابن حزم الظاهري قال لا فرق بين القبض في الوقوف قبل الركوع والوقوف بعد الركوع، وانتصر لهذا الرأي الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، ولذلك تجد معظم السعوديين على هذا المذهب يقبضون بعد الركوع. الشيخ الألباني قال هذه بدعة ضلالة، قال هذه بدعة، لكن المفروض طبعا الحكم يكون هكذا، لأن معنى ضلالة يعني أن صاحبها في النار، فأدخل المصلي النار من أجل أنه يعني قبض بعد الركوع، هذا لا يقتضي هذا، وغايته أنه لم يرد، وقال خلاف الأولى يقال مكروه، إنما يقال بدعة ضلالة هذه يعني تشدد في غير موضع، لأنه لا يوجد دليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح لم يرد أثر في صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع من الركوع قبض كما كان يقبض قبل الركوع. والحديث الوارد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع اطمأن حتى يعود كل عظم إلى مكانه، وفي رواية كل فقار إلى مكانه، لكن هذا في الطمأنينة وليس نصا في القبض، يعني استندوا إلى هذا الكلام من قال بذلك من الظاهرية وابن حزم يعني وغيره من متأخري الحنابلة استندوا إلى هذا، لكن هذا هو المراد بالاعتدال والطمأنينة وليس المراد به القبض بعد الرفع من الركوع. لكن طبعا كلام جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم أولى بالاتباع، لأنه لو كان هناك شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين لذكره أئمة الفقه في كتبهم، ولكن لم يذكره أحد منهم رضوان الله تعالى عليه. هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والقلب الخاشع والنافع.